عندنا مدربين وطنيين، مش حابب اقول اسماء، بس لا، المدرب الوطني المفروض ان احنا نكون سبورتيف ليه، ندعمه، المفروض نسنده. عندنا نماذج كتير جدا نقدر نساعد بيها وتقدر تضيف حتى في اي مكان. كمحمد صلاح غير دلوقتي، ما كنا بنقول ما عندناش لاعب مصري يقدر يوصل مثلا يلعب في الدوري الانجليزي يبقى محافظ على مستواه وينافس على كل الجوائز الدوليه. لا، دلوقتي بقى عندنا، نقدر يبقى عندنا مدرب مصري، يبقى عندنا حكم مصري، يقدر يبقى عندنا حاجات كتير جدا في صور الرياضه. لا، وفي الاول المدرب المصري طبعا معلوش طرف بره مصر، يعني عشان هو ما عندوش اصلا الامكانيات اللي تخليه يدرب بره مصر ايا كان هو مين. ده عشان نكون صراح مع بعض، مفيش من بعد حسن شحاته مفيش مدرب في مصر جه عدل. والله هو لما بيدرب في مصر بينجح اكتر، عشان بتبقى لغه التفاهم بتبقى احسن وكده، زي اللعيبه المصريين لما بيسافروا بره. يعني خلال السنين اللي فاتت دي كلها من ساعه ما الكوره بدات في مصر ما شفناش الا محمد صلاح هو اللي حقق نجاح حقيقي يعني، لكن معظم اللعيبه ما حققتش نجاح حقيقي زي محمد صلاح. برضو المدربين زي اللعيبه كده، لما بيقعدوا في مصر بيحاولوا نجاح كبير مع الانديه ومع المنتخب، لكن لما بيسافروا بره نجاحهم مش بيبقى بارز قوي او مش ظاهر قوي زي اللعيبه بالظبط. بس حضرتك والله يعني للاسف في مصر هنا في مدربين كويسين جدا جدا وحبنا، بس للاسف انا ما اعرفش ليه تسويقهم بره مش كويس. يعني دي غلطه مننا، غلطه من اتحاد كوره، غلطه من عايزين نعرف ايه السبب. في لعيب الكوره مدربين ممتازين جدا، بس برضو حضرتك موضوع الدورات اللي هم بيعملوها اصلا قليله. احنا هنا ما بنسوقش مدربين كويسين، بس بالامانه في الاول وفي الاخر احنا عندنا مدربين كويسين. لا طبعا، المدرب المصري من اقوى المدربين الموجودين في الشرق الاوسط. احنا عندنا طبعا مثال يحظى به زي كابتن حسام حسن لما درب منتخب الاردن، تمام، ووصل معاهم تقريبا، كان هيوصل معاهم كاس العالم، تمام. وعندنا كابتن حسن شحاته درب في برضه في الخليج. احنا بنقول المدربين المصريين عندنا بيسيبوا بصمات كويسه جدا في الدول الخليج والدول العربيه وفي بره يعني. واحنا عندنا سواء اللعيبه او سواء مدربين بصمتهم واضحه، يعني يمكن عندنا المثال محمد صلاح طبعا نجم عالمي. فالمصريين عندهم بالتحدي في كل حاجه، بس للاسف احنا اوقات دايما ندور على مثلا مدرب اجنبي او حاجه، ودي عقده عندنا، لكن احنا كويسين الحمد لله في كل حاجه. لا والله، هو في مدربين مصريين بس يعني اقله كده، يعني مش مدربين كتير. يعني على راسهم كابتن جوهر الله يرحمه، كابتن حسام حسن درب منتخب الاردن، الكابتن هاني رمزي برضو كان درب بره، في مدرب برضو اعتقد كان بيدرب فريق مدغشقر، في مدربين مصريين بيدربوا في الخليج، في بيروحوا ليبيا وبيستقروا هناك وبيدوا نتائج كويسه، ويروحوا السعوديه. فالمدربين برضو المحليين برضو بتوع مصر هنا في مصر برضو يعني المدربين كويسين. بص حضرتك، طالما المدرب المصري ما خدش فرصه في بلده مش هيطلع بره يبقى له اي وضع. احنا لازم المدربين المصريين نشجعهم هنا في بلدنا الاول ونديهم الفرصه، نبدا بالنوادي الاول زي مثلا في النادي الاهلي في كابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان متدرج، كان مدرب مساعد وبعدين بقى مدرب تاني وبعدين بقى مساعد مدرب، مساعد مدير فني، وبعدين دلوقتي بقى مدير فني. فلازم الانديه كلها تعمل كده عشان تطلع كوادر. لا طبعا، المدرب المصري له اسمه وله سمعته، واحنا عندنا مدربين كتير جدا في دول الخليج، بس هو طبعا بيبقى في انديه درجه تانية وكده مش مشهورين. وعندنا طبعا كابتن هاني رمزي، عندنا الكابتن حسام حسن كان ماسك منتخب الاردن، عندنا الكابتن الكبير رحمه الله عليه الكابتن الجوهري، ده عمل طفره في الاردن وعمل تغيير في المجال الرياضه هناك عموما، يعني ده كانوا عاملين له تمثال هناك.